السلام عليكم طلاب، هاي المحاضرة خاصة بطلاب المرحلة الرابعة لكلية طب الأسنان جامعة بغداد، مادة الجنرال ميديسن. المحاضرة اليوم بعنوان ديابيتس ميليتس، داء السكري. داء السكري تتعاملون وياه كدينتس كلش كلش هواية، فلازم واحد هذا الموضوع يعرفه كلش زين. أكثر المرضى العراقيين عندهم ارتفاع بالسكر، السكر كلش هواية من المرضى عندهم، لذلك لازم نركز عليه. بصورة عامة كتعريف أو كسمري للمحاضرة على مود تفتهم السكر، أكو نقطتين مهمة. هي أول شي High Blood Glucose Level or High Blood Sugar Level. البلد يمشي بسكر هواية، السكر يزداد. النقطة الثانية Inability to produce and or use insulin. هذا الحكي قبل ما نقسم السكر إلى تايب 1 أو تايب 2. فالجسم يا إما ما يفرز نهائيا إنسولين، أو يفرزه بكمية قليلة، أو يفرزه بكمية هواية بس ما يشتغل. فذني النقطتين هي الملخص مال داء السكري. المصدر مال كلمة من جاي؟ diabetes جاي من كلمة يونانية الأصل معناتها to pass through، يعني copious urination. الميليتس كلمة لاتينية معناتها sugar in the urine. هاي بس للمعلومات العامة. احنا من ناكل انواع الاكل سواء كربوهيدرات sugars non carbohydrate، الجسم يحول هذا الاكل الى اشكال مختلفة. اللي يهمنا بهذا الموضوع هو الجليكوز أو الشوغر. راح نشوف هذا الفيديو. انت من تاكل مثلا لفة همبرجر او اي شيء ثاني يدخل للمعدة، راح يتحول الى جليكوز. من يتحول الى جليكوز راح يمتص الجسم ويمشي يقوم ويا البلد بالأوعية الدموية، يظل يفتر بالبلد ستريم. يروح وين؟ يروح لكافة أعضاء الجسم وكافة خلايا الجسم. ليش؟ لأنه الجلوكوز مثل البنزين للخلية، إذا الخلية ما بيها جلوكوز يعني معناتها ما تشتغل. لحد الآن الأمور أوكي، وهذا من normal healthy patients. البنكرياس يفرز لنا هرمون اسمه الانسولين. هذا الانسولين يدخل الجليكوز بداخل الخلايا، يعني اذا انسولين ماكو الجليكوز ما يدخل للخلية وبالتالي ما يصير بها طاقة. فانت حتى لو عندك سكر كلش هواية بالبلد بس ما عندك طاقة، عندك فاتيق. ليش؟ لانه طاقة ما عندك، لانه سكر مدى يدخل للخلية اللي تحتاج الطاقة، مدى يدخل للخلية اللي تحتاج الطاقة، ما عدا بالبرين سيلز والسباينال كورد الخلايا العصبية ما تحتاج للانسولين على مود يدخل هاي داخل الخلايا، بينما باقي خلايا الجسم تحتاج للانسولين. فالانسولين اكو ريسبتر مستقبلات خاصة بجدار الخلية هي اللي تستقبل الانسولين. فالانسولين يجي يتحد بالريسبتر يفرز لنا إعازات راح تفتح لنا مثل البوابات، بيبان بجدار الخلية تسمح بدخول الجليكوز. فالجليكوز يدخل يسوي لنا انرجي او طاقة للخلية، اللي الجسم يسوي كل الشغلات اللي تتطلب طاقة من عنده. فبدون الانسولين الجسم او الجليكوز العفو ما يقدر يدخل الخلايا وبالتالي ماكو طاقة. المشكلة وين اللي حصل عندنا؟ مشكلة لما انسولين ماكو او اكو انسولين ريسيستنت،
معناته الجلوكوز حتى لو موجود ما راح يقدر يدخل للخلية. بالنسبة لهرمون الأنسولين لازم نعرف شلون يشتغل. أول شغلة يسوي سبرس الجليكونيوجينيسيس، أي شيء يقلل الجليكوز الماشي بالبلد هو يسوي الأنسولين. فهو شي يسوي سبرس جليكونيوجينيسيس. جليكونيوجينيسيس هو لما الليفر يسوي لنا جليكوز من النون كاربوهيدريت سورس، فهو يسوي سبرشن لهاي العملية. من يسوي لنا سبرشن معناته ما يخلي الجلوكوز يطلع بكميات كبيرة للبلد. ثاني شيء يسوي بروموت جلايكوجين سينثيسيس اند ستورج. الجلايكوجين تخيلوه مثل اللوكر او المخزن، اذا اكو جلوكوز زايد بالبلد يخزنها بهاي اللوكرات ويحفظها يخزنها. من الجسم يحتاج لأي سبب كان يروح يشتغل على الجلايكوجين الليفر ويفرز لنا الجليكوز المخزون بها اللي موجود بهذا اللوكر. فالانسولين يساعد على الجلايكوجين سينثيسيس اند ستورج، ويساعد لنا ايضا على البروتين سينثيسيس اند لايبوجينيسيس، يساعد لنا على تكوين البروتينات والدهون. هذين الوظائف المهمة للانسولين على مود تفتهم داء السكري. اكو هرمونات بالجسم حكينا عليها قبل تعادل وظيفة الانسولين، وحدة تشتغل عكس الاخ. فالانسولين يحاول يقلل كمية الجليكوز بالبلد، بينما الكانتر ريجوليتوري هرمونز تزيد نسبة السكر بالبلد. مثل شنو الكانتر ريجوليتوري هرمونز؟ مثل هرمون جلوكاجون، الجليكوكورتيكويد كورتيزون جماعتها، الكاتيكولامينز جماعة الابينفرين خاصة التوكادينتست، الثايرويد هرمون، الجروث هرمون. هذني كل شو تسوي بالإنسان الطبيعي؟ تزيد نسبة الجليكوز، بس بما أنه إنسان طبيعي فينفرز إنسولين يعادل كمية الجليكوز، وبالتالي يبقى نورمال بالجسم. بالنسبة للمريض اللي عنده سكر diabetic patient، الإنسولين عنده مشكلة به، فذني الهرمونات هي طبيعية تفرز السكر الطبيعي اللي تنتجه كل يوم، بس بما أنه الإنسولين عنده مشكلة فالجليكوز لح يصعد بس ما يقل، يعني لح يصعد above the normal range. هي هاي المشكلة عند أبو السكر. يعني خلينا نتخيل مثلا واحد عنده سكر تعرض لستريس اي جهد كان، مثلا امتحان، فد موقف شافه فد هيجي رهبه بيه، خاف، شو راح يزداد عنده؟ الابينفرين الادرينالين. من يزداد راح يزيد الجلوكوز بالجسم، وبما انه عنده انسولين ما يشتغل زين فراح يصير عنده هايبر جلايسيميا. هسه خلينا نتخيل الانسان مر بفترة فاستنج او صيام، ايش راح يصير بجسمه؟ على مود الجسم يعوض، شو يسوي الكبد؟ يسوي لنا عملية الجليكونيوجينيسيس، لان الجسم صايم والجسم يحتاج جليكوز كطاقة. فالليفر شو يسوي؟ عملية الجليكونيوجينيسيس، يطلع الجليكوز بعملية من النون كاربوهيدرات سورس. بالاضافة الى انه بما انه الانسولين قبل كان مخزن الجلايكوجين، فهسه الليفر شو يسوي؟ يطلع الجليكوز من الجلايكوجين ستورج، احنا قلنا ذني اللوكرات. فالليفر شو يسوي؟ يطلع الجليكوز المخزون من هاي اللوكرات. هسه نجي على الكلاسيفيكيشن مال دايابيتس. الكلاسيفيكيشن يعتمد على امريكان دايابيتس اسوشيشن، يتقسم الى Type 1, Type 2, Gestational, Other Specific Types. على شنو اعتمدوا على التقسيم؟ على Underlying Mechanism or the Cause of Diabetes.
الجينيتيك والانفايرومنتال فاكتورز play a role in both types type 1 and type 2. بس شنو الفرق؟ يعني مثلا العامل الوراثي بالtype 1 يختلف عن العامل الوراثي بالtype 2، النوع الجين يختلف. احنا ما نريد ندخل بالتفاصيل، بس النوع الجين يختلف. الانفايرومنتال فاكتور تختلف ايضا من تايب 1 الى تايب 2. الباثوفيزيولوجي شلون يتكون السكر، شلون يزداد شلون يقل، البيرسنتج مالته، تريتمنت مالته، كلها تختلف. اول شيء نجي على تايب 1 ديابيتس. التايب 1 كانوا قبل يسموه جوفينايل ديابيتس or insulin dependent diabetes. الاسم الاول juvenile diabetes اللغة، ليش؟ لانه قبل ولحد الان the most common يعني patients involved اللي هم ال young patients اللي هم 12 سنة اقل من 30 سنة، بس شافوا الكبار هم من يصير بهم، فلذلك الاسم هذا اللغة. في حالة ال type 1 there is no insulin or very little insulin production. بالنسبة للتايب 1 العامل الوراثي تقريبا يلعب به ثلث، يعني ثلث الكيسات اللي عندهم تايب 1 diabetes تقريبا السبب مالتهم وراثي. بالنسبة للانفيرومنتال فاكتور شلون نسوي تايب 1؟ يا اما دايركت destruction of beta cells or generation of autoimmune reaction to the beta cells، يعني النتيجة النهائية البيتا سيلز اللي تنتج انسولين راح تتفلش complete destruction. مثل شنو الانفايرومنتال فاكتور؟ شافوا مثلا بعض انواع الفيروسات مثل المامس ممكن تسوي لنا تايب 1 diabetes. specific drugs or chemicals، عندنا مثلا المواد الحافظة الموجودة بعض أنواع الأكل همينا مرات هي تسوي الـ destruction مال beta cells. بالنسبة للـ pathology مال type 1 شلون يصير type 1؟ احنا قلنا الـ beta cells هي اللي تنتج الهرمون الأنسولين، راح يصير بها complete destruction. هذا الـ destruction is either due to autoimmune reaction يعني جسم يقاتل نفسه or idiopathic unknown cause. بصورة عامة يصير progressive destruction of beta cells، الفانكشن مالتها راح يضعف شوية شوية، راح يبدي يقل افراز الانسولين. شو وقت يصير عندنا نقول hyperglycemia او السين وسيمبتومز مال diabetic تطلع، مال diabetes تطلع على البيشنت؟ لما الـ function loss of beta cells يوصل تقريبا 80 إلى 90%. شو راح يصير عندنا بالتايب 1 diabetes؟ أول شيء راح يصير عندنا glycosuria excess urine excess sugar باليورين، يعني الإدرار يصير بنسبة السكريات كلش عالية. polyuria multiple urination nocturia patient يقعد بنص الليل يريد يروح الحمام. dehydration polydipsia excessive thirst يعني يقوم يشرب ماي كلش هواية. weight loss، ليش يصير weight loss؟ احنا قلنا بداية المحاضرة الانسولين يساعدنا على lipogenesis تكون الفات او الدهن. بالنسبة لل weight loss يصير فيروح الاكشن مال الانسولين فيصير lipolysis وبالتالي يصير weight loss. طبعا يصير عندنا كيتو اسيدوسيس الساين والسيمتومز مالتها راح نحكي عليها بالتفصيل بالمحاضرة الجاية بالcomplications. الساين والسيمتومز احنا مو كل شيء مثلا مريض مو بس يقول اتضرر هواي معناته عنده سكر، او مو بس يقول اقعد بنص الليل معناته يعني نتيجة اللي يريد يسوي رونيشن معناته عنده سكر، لا اكو هواي اسباب. هذا يعني المفروض ابو الباطنيه هو يشخص. انت اذا شكيت بمريض
ويقول لك أنا ما عندي سكر، تقول له مثلا روح طبيب باطني يسوي له ريفيرال أو تسوي له تحليل سكر بعد شوية هم راح نحكي عليهم. من أسباب البوليوريا مثلا واحد يشرب مي هواية، خاصة إن إحنا برمضان قبل السحور نشرب فتانكية مي، فهافي درينكينج. أكو قسم عندك سايكوجينيك بس يشرب، بس يحب يشرب مي مثلا، أو يجي الصدق عنده سكر أو ياخذ مدررات، وأكو أسباب كل شي هواية. التشخيص النهائي يم أبو باطن يم أبو الباطنية. بالنسبة للتايب 2 ديابيتس كانوا قبل يسمونه انسولين ديبندنت اور ليت اونسيت ديابيتس ميلايتس باعتبار يصير فقط بالكبار. هذني الاسمين اللغن بعد ما حد يستخدمن، لانه شافوا انه الانسولين يستخدم بالمانجمنت في بعض الحالات، لذلك الاسم الاول اللغة. والاسم الثاني اللغة لانه شافوا انه يصير بكل الاعمار مو شرط بالكبار بالعمر، بس طبعا اكثر شيء يصير بالكبار. التايب 2 مور كومن، يعني اكثر اللي تشوفهم بحياتك اهل السكر هم تايب 2، كل شوية نسبتهم تقريبا بال80% اكثر من تايب 1، يعني مور كومن ذان تايب 1. الفرق الثاني انه التايب 2 الاوتو اميون ديستركشن اوف بيتا سيلز ما يصير، بينما يصير بكثرة بالتايب 1. التايب 2 جينيتيك there is a strong genetic component، يعني العامل الوراثي يلعب دور كلش كبير. فإذا طفل أبوه وأمه اثنيناتهم عندهم سكر تايب 2 فهو تقريبا نسبتهم 40% يصير عندهم تايب 2 diabetes. ايش راح يصير عندنا بالتايب 2؟ peripheral resistant to insulin، يعني الانسولين موجود بس ما يشتغل خاصة بالعضلات. impaired insulin secretion، البنكرياس تفرز كمية قليلة من الانسولين. increase glucose production by the liver، ليش؟ صح هو الجسم او البلد موجود به سكريات بس الخلايا ما تاخذها، فالجسم يعطي اشعار خاطئ يقول يابا الخلايا ترى ما بيها سكر. صح هو اكو هايبرغلايسيميا بس الخلايا ما بيها طاقة، فيدز إعازات انه الخلايا تحتاج طاقة وسكر. فالليفر شو يسوي؟ يعني يعتبر الجسم صايم ما بيه سكريات، فيقوم من الخزين مالته يحاول يطلع سكريات مثل ما قلنا قبل شوية جليكونيوجينيسيس او جلايكوجين، يعني يفلشها ويتحول الى سكريات. الانفايرومنتال فاكتور بالتايب 2 كلش مهمة. اكثر شيء يصير بالاوفر ايتينج والاوفر ويت والاندر اكتيفيتي، يعني واحد ما يتحرك نهائيا او يتحرك قليل وياكل هوايه سمين، بس مو معناته كل الاوفر ويت او الاوبيسيتي يصير عندهم دايابيتس. شافوا انه الاوفر ويت واللي عنده عامل وراثي نسبتهم يصير بيه بالتايب 2 دايابيتس اكثر من غيرهم، بس مو معناته انه كل الاوفر ويت يصير بيهم سكر. اكثر شيء يصير اللي فوق الخمسين سنة، يعني 70% من التايب 2 دايابيتس يصير باللي عمرهم فوق فوق الخمسين سنة. بالنسبة للباثولوجي مال تايب 2 دايابيتس ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا impaired insulin secretion، يعني يصير قلة بإفراز الإنسولين وإنسولين ريسيستنس. إنسولين ريسيستنس معناته موجود بس ما يشتغل. excessive hepatic glucose production مثل ما قلنا قبل شوية الليفر راح يقوم ينتج كميات كبيرة من السكر أو الجلوكوز، وabnormal fat metabolism. بالبداية ايش راح يصير عندنا؟ فشي اسمه IGT impaired glucose tolerance، يعني الجسم صح اكو سكر هواية زين وسكر بالخلايا قليل بس الجسم يستحمله. شي يسوي؟ يعوض هذا الشي، يخلي
البنكرياس تفرز انسولين كمية اكبر، بس بعدين شوية شوية يبدي يتعب الجسم. بالبداية يسموه جلوكوز توليرينس، يتحمل الجسم. من يوصل مرحلة الامبيرد جلوكوز توليرينس راح يبدي يتعب كلش هواية، بعدين شوية شوية بالتدريج يصير تايب 2 دايابيتس. التايب 2 دايابيتس او الاي جي تي هو جزء من سندروم يسموه انسولين ريسيستنس سندروم، لذلك ابو التايب 2 ابو السكر تايب 2 عادة اسوشيتد وذ اذر ديزيزز اور يعني كونديشنز. مثال شنو؟ مرات يصير عنده هايبرتنشن، ديسليبيديميا، دائما من يسوي تحاليل مال الدهونيات او الكوليسترول، راح يصير عنده يزداد ال LDL اللي يسموه غير مفيد والترايجلايسيرايدز، ويقل عنده ال HDL كورتيزول العفو كوليسترول. مرات يصير عندهم نون الكحوليك فاتي ليفر. بالنساء يصير عندهم بوليسيستيك اوفيريان سيندروم، يعني and other conditions. الميتابوليك disturbances بالتايب 2 diabetes عادة اللايبوليسز والبروتيوليسز are well controlled. شنو يعني؟ بالتايب 1 يصير عندهم ويت لوس كلش يعني هواية، بينما بالتايب 2 لا أقل. ليش؟ لأنه اللايبوليسز والبروتيوليسز are well controlled عكس التايب 1. بالنسبة للتايب 2 الهايبرغلايسيميا يصير بالتدريج، مو مثل التايب 1 مرات يصير على غفلة. لا، الهايبرغلايسيميا بالتايب 2 يصير بالتدريج شوي شوي، لذلك اكثر البرزنتيشن مال تايب 2 دايابيتس يكون يعني مرات اصلا المريض ما يعرف بنفسه هو عنده سكر، الا اذا وصل مرحلة ادفانسد، الا اذا يا اما يشيك بال يعني صدفة هيجي يشيك تحاليل عامة ويكتشف انه هو عنده سكر، او البيتا سيل ديستراكشن توصل مرحلة كلش قوية بحيث يطوع علاج مانجمنت انسولين، مع العلم انه كان اسمه انسولين ديبندنت، بس يوصل مرحلة ادفانسد وهو ما يدري بنفس المريض، البيتا سيلز يصير بيها كومبليت ديستراكشن، فلذلك لازم يتعالج بالانسولين. بالنسبة للجستيشنال ديابيتس ميلايتس اللي هو يصير بالنساء الحوامل، عادة يصير بالثيرد ترايمستر آخر 3 شهور، وترجع ورا الدليفري ورا ما تجيب ترجع طبيعية. شنو الخطورة بالموضوع؟ إذا كانت عندها جهال هواية يعني كل سنة حامل، فبكثرة التكرار مال جستيشنال ديابيتس احتمال يصير عندها تايب 2 دايابيتس يعني بصورة بيرمننت. إذا كان عمرها كبير فوق 25 سنة، إذا كانت أوفر ويت، وخاصة إذا عندها يعني فد عامل وراثي يعني أبوها أمها بيهم سكر. أكو أنواع ثانية من السكر اللي هي يعني مو اختصاصنا تقريبا، اختصاص أبو الباطنية، بس يعني مجرد ديش اطلع عليها سريع. يعني مثلا لما يصير عندك مشكلة بالبنكرياس بنكرياتيك ديزيز، عندك مثلا سكر اسوشيتد والسندروم مثل داون سندروم، مرات يصير عندهم سكر، البيشنت اللي ياخذ ادويه كورتيزون جماعه الكورتيزون فياخذون ادويه هوايه تصعد السكر، اكو بعض الفايرال انفكشن، اكو مرات مثلا بيشنت الاندوجينس كاتيكولاماين يزداد لاي سبب ثاني، يعني انواع كلش هوايه. كلينيكال برزنتيشن احنا حكينا على اكثرها بالتايب 1 وتايب 2، قلنا اكثر الكيسات خاصة بالتايب 2 يكونون اسمتوماتيك، اذا يصير عندهم ساينس سيمتومز يصير بوليوريا، بوليديبسيا، بوليفاجيا يعني ياكل هواية، يشتهي دائما ياكل زين، اذرز يصير مثل بلير فيجن، فاتيج، ويت لوس، بور ووند هيلينج، الأبورتشنستيك إنفكشن يزداد عندهم، كيتو أسيدوسس طبعا في المراحل المتأخرة،
أكثر الساين والسيمتومز ما السكر تطلع بالتايب تايب 1 دايابيتس، أكثرها تصير بالتايب 1. بالنسبة للدايجنوسز تشخيص ما السكر، أنت هاي لازم شوية يعني عندك معلومات قوية بها، لأن يعني دائما تنسأل بها وتكون يعني in direct contact with the patient. يعني انتو سامعين اكيد بتحليل السكر التراكمي اللي هو الهيموغلوبين A1C اللي هي قيس لنا ال percentage of sugar attached to hemoglobin. النورمال 5.7. يجيك المريض يقول لك دكتور سويت تحليل سكر تراكمي وطلع 5.7، هذا نورمال. التحليل السكر التراكمي يقيس السكر على مدى 3 أشهر، يقيس السكر على مدى 3 أشهر، آخر 3 أشهر. من يزداد أكثر تقريبا للستة ونص أو أقل بشوية راح يعتبروه بري ديابيتك، وإذا أكثر من ستة ونص هذا ديابيتك. أكثر تحاليل نسويها هو الراندوم بلاد شوجر، لأنه المريض دائما يجيك. طبعا بالنسبة للأي ون سي تحليل السكر التراكمي ما يعتمد على كل المريض ماكل ما ماكل، نفس الشيء. رأسا أول ما يجيك العيادة دز يقول له سوي لي تحليل سكر تراكمي. تحليل السكر التراكمي آخر شيء قاموا ما يعتمدون عليه بالتشخيص، ليش؟ لأنه شافوا الأشخاص اللي عندهم conditions or diseases يعني affect the hemoglobin will also affect the results of A1C. المريض اللي عنده مشكلة بالهيموغلوبين فما تقدر تاخذ له A1C، المهم يعني مشاكل هواية، فما اعتمدوا عليه بالدايجنوسز بس اعتمدوا عليه بالمونيتورينج. يعني patient يعرف عنده سكر، فبدال ما كل يوم يمشكشك نفسه ويقيس الراندوم بلاد شوجر ويقيس الفاستنج بلاد شوجر، كل 3 أشهر يقيس مرة كمونيتورينج. همين الكوست أقل، همين يعني convenient، البيشنت يكون مرتاح. زين بالنسبة للراندوم بلاد شوكر همين ما يعتمد على الأكل، بس عادة هم يقيسوا ورا ساعتين من آخر وجبة أو يعني بأي وقت بغض النظر عن الأكل. إذا كان جوا 140 يعتبر نورمال، من 140 لل200 بري ديابيتك، فوق 200 يعتبر ديابتك. الفاستنج بلاد شوجر هذا أكثر تشخيص حاليا أو أكثر يعني تيست يعتمدون عليه بالنسبة للأسمتوماتيك بيشنت، يعني بيشنت ما عنده أعراض نهائيا وشك بنفسه سكر أو دي يسوي تحاليل عامة، فأحسن تحليل يطلع له هل هو عنده سكر أو لا هو الفاستنج بلاد شوجر. جو 100 يعتبر نورمال، من 100 إلى 126 يعتبر بري ديابيتك، من 126 فما فوق يعتبر ديابيتك. اكو شغلة مهمة بالنسبة للبري ديابيتك، شافوا انه يعني اكو بقى هواية الناس عبالهم فشي سهل بسيط، زيادة بسيطة بالسكر ما تأثر، بس شافوا انه تقريبا 40% من اللي عندهم بري ديابيتك خلال الخمس سنوات القادمة راح يصير عندهم اكيد سكر، 40% من عندهم يصير عندهم سكر، فنسبة كلش كبيرة. فالبري ديابيتيك لازم واحد همينه يدير له بال. التحليل الاخير OGT اورال جليكوز توليرانس تيست، هذا يقعد الصبح فاستنج صايم بدون ريوق، ياخذوا له الفاستنج بلاد شوجر بعدين يعطوه شربت، وعلى مدى ساعتين ورا هذا الشربت يقيسون السكر مالته. عادة احنا مو كلش نعتمد عليه. طبعا التسميات هواية، مرات تشوفون فاستنج بلاد شوجر، مرات فاستنج بلازما جليكوز يعني PG، بس احنا دحكيلكم على التحاليل اللي كنا نكتبها بالمستشفى من نداوم. فمن تجيك ورقة التحاليل مال عيادة مالتك تكتب له RBS، هذا معروفة RBS FBS، اذا تريد راندوم لو تريد فاستنج. يفضل انه مثلا اذا في حال مستعجلة تقول له يا ما تراكمي او راندوم بلاد شوجر RBS تكتب له بالورقة.
او انت ما مستعجل، تقول له مثلا قبل ما اشلع لك سنك تجيني بعد كم يوم في الصبح قبل ما تريك، تاخذ لي فاستنج بلاد شوجر وتجيني اذا اشلع لك السن، شوف النتيجة اذا نورمال تشتغل، مو نورمال ما تشتغل. بالنسبة للوحدة مال قياس السكر، هاي شغلة كلش مهمة، اكو بعض اوراق المختبر يجيك بهاي الوحدة او بهاي الوحدة، ملي مول بير ليتر اور ملي جرام بير ديسي ليتر. احنا متعودين اكثرنا سامعين بالملي جرام بير ديسي ليتر، يعني دائما من نقول قد سكرك 100 نقول له 100 يعني تقريبا زين 120، قصدنا 100 ملي جرام بير ديسي ليتر، بس اكو بعض المختبرات يقيسوه بالملي مول بير ليتر، يعني هي التحويل مالته شوية صعب، بها معادلة بس للسهولة، انه الملي مول تضربها في 18 يطلع لك ملي جرام، يعني اذا تجيك مثلا 10 ملي مول بير ليتر شلون تحولها الى ملي جرام؟ تضربها في 18، 10 في 18 يصير 180، يعني 10 ملي مول بير ليتر يساوي 180 ملي جرام بير ديسي ليتر. هاي الشغلات تصير بيها مشاكل كلش هواية بالمستشفيات، اكو هواية يغلطون بيها من المقيمين، فمثلا عدة المريض ما عدة التحليل السكر طالع مثلا 30 ملي مول بير ليتر، يعني هذا كلش هواية، يعني عنده هايبر جلايسيميا او 20 ملي مول بير ليتر، فيجي المقيم بعد خبرته قليلة متعود اثناء الدراسة قاريها بالملي جرام بير ديسي ليتر، فش يقرأ 20 ملي مول او 30 ملي مول، فيقول هاي شنو، هاي هايبر جلايسيميا، فش يسوي؟ يعطيه سكريات كلش هواية، جليكوز ووتر جليكوز سلاين على مود يعدل السكر مالته، وهو بالعكس دا يأذي للمريض. فهاي كلش مهمة تفرقون بيناتها بالوحدات مال السكري. الحمد لله خلصنا المحاضرة، إن شاء الله كل التوفيق لكم.